لو الحكاية فيها إن فيجو. لا تعرف الفندق ده واخد قد ايه ناس؟ واخد اقل في 1000 محل يمكن وازيد كمان. كل محل ولو في 4 نفر بس. كل واحد معاه عيله قد ايه؟ نفر 2 3 وهكذا. لما تحسبي هتلاقي اضعاف اضعاف الناس. صح؟ حضرتك طب ايه مثلا التعويضات اللي هم فرضوها مثلا او ما فرضوش حاجه عليهم. ما فرضوش اي تعويضات. ولا ادوكوا اي انذار باخلاء المحل ولا باي حاجه؟ ادوا انذارات ولا ادونا انذارات. لا ما فيش انذار في المحلات ولا حاجه. هما بيحاكموا بينهم وبين بعضهم بس. انتوا واخدين اي اجراء قانوني ضدهم؟ واخدين. عارفين ان اعضائي واخد بالك ان هم ما يدوش. تمام. طيب شايف ان الهددان دوت مش لصالح مثلا الاثار ده مش اثار. هو ده اثار. يعني تصدق ان الفندق ده اثار؟ ده انت لو دخلتي جوه التعابين والعقارب هتطلع عليك. ده مهجور ولا في اثار ولا في حاجه ولا ينفع الاثار حاجه خالص. ده انما اثار ده مش اثار. طب ده راي حضرتك بس ولا كل اصحاب المحلات؟ لا انا رايي انا لوحدي. كل واحد له رايه بقى. في ناس طب موافقه على ايه؟ على ان هم يهدوا؟ لا طبعا مفيش واحد صاحب محل هيقول انا عايز اهد. هل انت ترضى حد يهدي بيتي؟ والله احنا عملنا للقصر الوزراء بعتنا يعني شكاوي وكده، وبالنسبه لرئيس الجمهوريه بعتنا شكاوي برضه، وبالنسبه لهنا لانهم بيهدوا بدون اي وجه حق. في اواضي بينهم وبين بعض. طبعا انا مش راجل قانون بس انا عارف ان في اواضي بينهم وبين بعض، وطبعا متابعين كلنا طبعا ان دي اصلا لقمه عيشنا بالنسبه للمنطقه. يعني انا بربي ولادي وعندي 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 وعندي، فطبعا المساله دي بتبقى ايه محسوم عندنا. لا انا لازم بقى ده يعني ما ينفعش يتهد وما ينفعش بتاع. لو هو قايل السقوط فعلا مفيش مشكله، بس اكيد في حلول. يعني في حلول. يعني النهارده انا لما انا لبيتي انا لو اتهد وفي تاثير في عمود ما، انا هصلح العمود. هجيب دكتور. انت عندك استشاريين بسم الله ما شاء الله يعني، وعندك شركات ملهاش اول اخر من عثمان احمد عثمان اللي حصل علام. لا 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 كل دول يقدروا يسيطروا على الدنيا كلها. يعني في خلال مش عارف اسبوع ولا قد ايه عملوا كنيسه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يعني اي حاجه احنا بنعمل اي حاجه طرق كباري مش عارف ايه بنعمل في دقيقه. تمام. فاحنا يعني بقينا نحل وبقينا نربط. يعني انت بتطالب ان هم يشوفوا حل تاني غير الصيانه؟ طب حضرتك عرضوا اي عروض عليكم؟ ولا عرض خالص غير عرض خايف جدا طبعا. بقول لك ايه، ان احنا هنديكم شهر. يعني ايه انت احنا هنعمل مثلا صيانه لمده مثلا ايه سنتين مثلا. في السنتين دول هيديكوا طبعا بالنسبه لصاحب المحل هياخد اللي هو الايه اللي هو بيدفعه. طب اللي حواليه بقى البياعين والمساعدين والدنيا دي كلها فاهماني؟ طبعا كلام مش منطقي. بيقولوا هيدوك مثلا 5 سنين ولا 4 سنين ولا 3 سنين حاجه زي كده. يعني الشهر اللي هو بيدفعه كايجار. طب بضاعته دي تروح فين؟ تهدوا علينا. تهدوا علينا واحنا قاعدين. يعني لو هو هيتهد انت مش هتشيل حاجتك؟ لا مش هشيل. طب حضرتك مفيش مثلا اي تعويضات هم مثلا حققوها؟ التعويضات اللي عارضينها بتساوي اللي هيدوهوني وانا ماشي. ازاي؟ مش اي زياده. هيدوني 10 امثال. بيقول لك هتاخد 10 امثال الفتره اللي هي الفتره اللي هيقضي على ما ابنه واحد مثلا كده. هيدوني 10 امثال وبعد ما يسلمونا تاني هياخدوا نفس ال 10 امثال. يعني اللي هيدوهولك هياخدوه؟ لا دول هياخدوه اكتر منه كمان بالزياده. هياخدوه اكتر منه. طب ايه المبالغ اللي هم عارضينها مثلا؟ والله ما اعرفش. هم عارضين مبالغ ايجارات بس 10 امثال قيمه الايجار. يعني مثلا انا لو ايجاري 1000 يبقى اخد 10000. بعد ما يسلموني ياخدوا ال 10 دي حوالي 11 هم في الشهر. الوزارات اللي باعتينها بتقول فيجو.